الآلاف من المواطنين في وادي حضرموت أدوا صلاة العيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخطيب العيد في مصلى جبانة مدينة تريم تحدث عن أهمية التزاور والتكاتف في هذا العيد السعيد. بعد ذلك يتوجه الآباء مع أولادهم لشراء مقتضيات العيد من الحلويات وأيضا ألعاب الأطفال، وكما ترون الآن الأسواق مكتظة أمام هذه المصليات بالمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى. في هذه اللحظات معي هنا أحد المواطنين ليحدثنا عن أجواء العيد في هذه الأجواء الماطرة والجميلة. والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أجواء فرايحية جدا جدا مع وجود الأطفال هنا والألعاب وكذا، وصراحة مع الظروف الموجودة في البلاد حاليا إلا أنها تكتمل فرحة العيد بوجود الأطفال، بوجود الجو الآن الفرايح الموجود أمامكم، ونسأل الله العلي القدير إن شاء الله يديم هذه الأعياد وتعيد علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام إن شاء الله على ما يحب ربنا ويرضى. حياكم. شكرا لك. إذا هناك عدد من المنغصات مع حلول هذا العيد جراء الارتفاع في الأسعار وكذلك أسعار المواشي هذا العام، ربما الكثير من الأسر لم تجد أضحية العيد بسبب ارتفاعها الباهظ عن الأعوام السابقة. نقطة مهمة أريد أن أشير فيها هو أن مكتب الثقافة بالوادي والصحراء عمم على كل المديريات ببرنامج عيدي وشعبي يتخلله الألعاب الشعبية والتراثية التي ستتنوع في كل مديريات الوادي والصحراء. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم.